السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في فيديو اليوم من قناتي قناة يوميات ام بابلية. اليوم الفيديو مالتنا راح اصور لكم المسواق اللي اشتريته، مسواق الكيتو. فاللي عنده او يريد يبدي بنظام الكيتو راح يفيده هذا الفيديو. راح اصور لكم الاشياء اللي اشتريتهن، وراح بالاخير اشوفكم صلصة الافوكادو، وراح نطبخ اللسان سوية. طبعا هنا بالبداية اشتريت لحوم، اشتريت حدي دجاج هذا اجنحة، اشتريت سندبادات مع الدجاج او افخاذ، اشتريت لحم هذا، واشتريت لية طبعا هذا اللحم مطلوع، واشتريت قلت لكم لية، واشتريت اعوذ بالله نسيتها بسطرمة. طبعا من صورت الفيديو ما كنت ادري شنو الطعم مال ذن الاشياء. نصيحة لوجه الله، اخذوها من اختكم، لا تشترون اي شي مجمد، ذن كلهن اللي اشتريتهن اكلتهن قوة، يعني من ورا خشمي اكلتهن. واشتريت بعد اشياء للكيتو اللي هو هذا ملح الهملايا، طبعا ما يصير الملح العادي بالكيتو، يا اما هذا ملح الهملايا يا اما الملح الخشن الصخري. مخضر اشتريت عدة خس، طبعا الخس هم ما اشتريته من نفس المكان اللي اشتريت من عدة لحم، وكلش تعبان طبعا لان هو مو الموسم مالته. اشتريت افوكادو ليمون اخضر، واشتريت فلفل الوان، هذا الافوكادو كلش طيب طعمه، طبعا مو هيك طيب الا تضيفوا له اضافات يلا يصير طيب. هنا عندي فلفل الوان اشتريت، طبعا ابني اكلهن كلهن انا ما ضقت من عدهن. وشنو اشتريت بعد؟ هذن هن الخضروات اللي اشتريتهن. اشتريت اجبان، هذا الجبن نفس الشي ما ينوكل نهائيا، هذا طبعا بس هذا كان طيب الجبن. هنا عدي قشطة، انتبهوا للمكونات للكيتو، تعرفون الكربوهيدرات لازم تكون قليلة، ويكون سكر ما بي، واعلى شي لازم يكون موجود الدهون، فانتبهوا للمكونات من تشترون. بعد شنو اشتريت؟ زيتون، طبعا هذا الزيتون من اسوأ انواع الزيتون المحفوظ. واشتريت كريمة طبخ، وشنو بعد عندنا؟ عندنا خل، لازم هو خل عضوي، انا لقيت بس هذا الخل عندي، هذا شنو مياه مكربنة، اسوي بها تقريبا مثل العصير. فذني الاشياء اللي اشتريتهن. طبعا اشتريت مسواقي منين؟ من وفر فرع بابل. طبعا هذا اللوز، اللوز ضروري جدا بالكيتو ومشبع. هنا راح نبدي نسوي، عفوا نسوي صلصة الافوكادو. طبعا حاولت اسوي مثل ما يسوون بس فشلت الطريقة. بألف يا علي يلا انفتحت الافوكادو. هنا نبدي نطلعها من الغلاف مالتها، وعلى اساس صرت اسويها هي شي بالخاشقو هم ما سنمردت. المهم المكونات لهاي الصلصة، عندنا افوكاداية واحدة او نص افوكاداية، طبعا انا مو بس انا اكلتها، وياي اطفالي هم اكلوا، فالكيتو نص واحدة كافية يعني باليوم او بالوجبة. فاستخدمت هذا النص، نص ليمونة، عصير نص ليمونة، رشة ملح حملاية، رشة فلفل اسود، وها هي، وشوية زيت زيتون اذا يعجبكم، ونمردها بالشوكة نهرسها. هي هاي خلصت عندنا الصلصة. طبعا الافوكادو ما ينوكل هيك طعمه ابد مو طيب، فالا تضيفوا له اضافات يلا يصير طعمه مقبول. هذا النص الثاني، هعيد هالمكونات مالت الصلصة. افوكادو، عصير نص ليمونة، ورشة ملح حملاية، ورشة فلفل أسود، وشوية زيت زيتون. طبعا هذيك الفلفلاية كنت متوقعة أكلها يعني، أو أكل نص من عدها وبعدين
كل شي ما حصلت من عندها. هنا عندنا نص ليمونة راح أعصرها فوق الأفوكادو وبعدين نهرسه آخر شي. إن شاء الله يعجبكم يا رب الفيديو، وإذا ما مشتركين اشتركوا بالقناة وسووا لي لايك، كتبوا لي تعليق. إن شاء الله يعجبكم الفيديو. هنا هذا هو شكلها، راح نحط شوية ملح ملاية وراح نخلي الفلفل الأسود شوية، طبعا الفلفل الأسود اختياري، وشوية زيت زيتون. وها هي طبعا نصيحة، لا تشترون قلت لكم الأشياء المجمدة. آخر مرة بحياتي أروح أشتري من وفر بصراحة، لأن تقريبا يعني الأشياء تقريبا 75% من الأشياء اللي اشتريتهن أنا ما استخدمتهن، وذبيتهن رأسا بالزبالة. كان الزيتون، كان الجبن الشدر، طبعا جبن الشدر قديم كلش، و مع الأسف يعني كانوا هناك بالمول أحسن من هسه. هنا كملنا، راح نبدأ نسوي اللسان. عندي هذا اللسان، طبعا اللسان ما كنت مشتريته من وفر، وصيت أهلي وهم جابوا لي. راح نسويه بالجدر الضغط، بس هو نحطه ونحط ماء عليه يغطيه، وحط له ورق غار. ها هي أعيفة، راح نحط له مي يغطي. طبعا لازم التصوير يصير هيجي، لازم ما يصير يعني يكمل، لازم يصير لي بهذا الشكل. راح نحط له مي نغطيه ونعيفه جدر الضغط، نضيف له بس ورق غار. اذا تحبون تضيفون كركم يصير هيجي لونه اصفر، انا ما احب اضيف له كركم. هاي هذا عدي، هذا استوى، راح اشيل من عنده هذا الغلاف الابيض مات اللسان، وبعدين راح اقطع شرائح. وعدي نص بصلاية ونص طماطاية همات شرائح. راح بالبداية شو اسوي، احمس البصل شوية واضيف هذا اللسان اللي قطعته. طبعا هاي اكو هنا فتشي بعد ابيض، راح اوخرها بعدين، ما كنت منتبهت لها. راح اضيف طبعا زيت زيتون حطيت، والنص بصلاية الشرائح، وضفت اللسان راح احمسه شوية، وبعدين اخر شي اضيف الطماطة. نحمس زين. ان شاء الله يا رب عجبكم الفيديو، لا تنسون تشتركوا لي بالقناة، واذا حابين اظل اسوي فيديوهات عن الكيتو راح اسوي همات فيديو وجبات اليوم كامل عن الكيتو. هاي هي النهاية، كملنا اللسان، وشكرا جزيلا لكم ومع السلامة.